بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: من كانت عنده حاجة فليقرأ سورة ياسين 41 مرة تقضى حاجته البتة، ويمكن أن تقرأ بمجلس واحد أو في عدة مجالس، ويمكن أن تقرأ بشكل جماعي، إما أن تقرأها في مجلس واحد 41 مرة سورة ياسين ثم تطلب حاجتك فيقضيها الله سبحانه وتعالى لك حتما إن شاء الله بضمان الإمام الصادق عليه السلام، وإما أن تقول لا أستطيع أن أقرأ بجلسة واحدة 41 مرة سورة ياسين، يمكنك أن تقسمها لعدة مجالس، يعني مثلا 5 مرات صباحا، 5 مرات بعد الظهر، 5 مرات بعد العصر، الأمر راجع إليك في تقسيم هذا العدد 41. وليس هذا فقط، بل يمكن أن تقرأ بشكل جماعي، أي بمعنى يحضر معك أو تحضر معك مثلا 4 بنات أو معك 4 رجال، وكل واحد يقرأ يعني 10 مرات وأنت تقرأ العدد، يعني إذا حضروا 4 فهو 40، كل واحد يقرأها 10 مرات وأنت تقرأها مرة واحدة، وإذا ما حضر 3 رجال أو 3 بنات فكل واحدة تقرأ 10 مرات وأنت تقرأينها أو أنت تقرأها 11 مرة، فتقضى حاجتك حتما كما ضمن الإمام الصادق عليه السلام. وكذلك روي عن علمائنا الأعلام: من قرأ سورة ياسين ثم قرأ بعدها هذا الدعاء قضيت حاجته قطعا وغفر له ولوالديه، والدعاء هو: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا سريع الحساب، يا شديد العقاب، يا غفور يا رحيم، يا خالق كل شيء، يا فاطر السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الإصباح، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا قاضي الحاجات، يا مقيل العثرات، يا محيي الأموات، يا نور الأرض والسماوات، يا غافر الخطيئات، يا ساتر العورات، يا دافع البليات، اقضي في هذه الساعات حاجتي يا الله، يا إله الأولين والآخرين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ثم تذكر حاجتك فتقضى قطعا إن شاء الله تعالى. جرب ولا تشك. هذه الختومات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وعن علمائنا الأعلام إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.